العلاقات في حياتنا هي شيء ضروري جدا لكل إنسان، مفيش حد فينا بيعرف يعيش لوحده، وإحنا دايما في البرنامج بنهتم أكتر بالعلاقات أو بالعلاقة بين الراجل والست، ودايما بنسعى طول الوقت إن إحنا نشوف إيه المشكلة اللي ما بينهم وإزاي نقدر نحلها، إزاي يكون في ما بيننا طريقة نقدر نتعاتب بيها كراجل وست من غير ما نتخانق، من غير ما يكون في مشكلة كبيرة، من غير ما نهين بعض أو نيجي على بعض او نيجي على كرامة بعض، ازاي نوصل ان احنا نكون مرتاحين في علاقاتنا ومش متضايقين من حاجة، وكل حاجة الامر زي ما بيقولوا كده مستتب، الامن مستتب ما فيهاش مشاكل. وطبعا هي انا عارفة ان هي حاجة صعبة، لكن اكيد في طريقة تخلينا نعيش بطريقة كويسة، بطريقة فيها مشاكل او حياة فيها مشاكل قليلة. ده اللي هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا النهاردة، دكتور غادة فكري استشاري العلاقات الاسرية. خلوني ارحب بيها الاول. اهلا وسهلا بيك يا دكتور غادة. ازيك يا حبيبة قلبي، منوراني في انت. ده نورك، ميرسي جدا. اهلا بيك. في البداية طبعا زي ما قلت كده ان العلاقة بين الراجل والست علاقة مش سهلة ابدا، وعلاقة برضو في نفس الوقت ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها، بني ادم يعرفش يعيش لوحده. بس عشان العلاقات تستمر بنحتاج لمجهود، وبنحتاج لحاجات كتير نعملها عشان نعرف نستمر بشكل كويس. ففي ايه بالنسبه لك او ايه في رايك الحاجه اللي المفروض نعملها عشان نستمر بهدوء؟ طيب تعالي الاول نتفق ان علاقات الحب ملهاش كتالوج. اكيد. لان مشاعر كل شخص مختلفه عن التاني، واولويات كل شخص مختلفه عن التاني، بس في الاخر في حاجات كده هوت لو مشينا عليها ممكن تفرق قوي في العلاقه. زي مثلا اول حاجه هي التسامح والغفران. لاني ساعات كتير قوي لما بيكون عندنا قدره على التغافل، بس هنا مهم لازم نعرف ان ده نوع من انواع التغافل المدروس. يعني مش التغافل وخلاص ان انا هتغافل عن كل شيء، لا. شويه من عندك شويه من عندي، ممكن في اشياء انا اقدر اعديها علشان المركب تمشي. دايما لازم نكون عارفين ان العلاقه عشان تنجح هي مش قائمه على طرف واحد، هي قائمه على طرفين. فلازم الطرفين يكون عندهم الالتزام وعندهم تحمل المسؤوليه وعندهم الرغبه ان هم عاوزين يكملوا وينجحوا العلاقه دي ما بينهم. جميل. طيب في بدايه الجواز الاثنين واخدين بعض عن حب والقصه كويسه جدا جدا، بس بعد الجواز وبعد ما يتقفل عليهم باب واحد بيبدا كل واحد فيهم يكتشف الثاني ويكتشف الثاني حاجات ما كانش شافها في فتره الخطوبه او في فتره التعارف، يعني ما بيبقوش عارفين يتعاملوا ازاي مع الاختلافات دي، ولذلك بتبقى أول سنة جواز دايما بيقولوا عليها السنة الأصعب. فبرضو إزاي نعرف نعدي المشاكل اللي بتظهر بعد ما بنبدأ نتعرف على بعض أكتر، أو خلاص بقى إحنا عايشين مع بعض؟ أنا عجبني قوي السؤال ده، لأني في ساعات كتير ناس تقول أنا كنت كويسة جدا فترة الخطوبة وما كانش فيه أي مشاكل. تعالوا الأول نتفق إن فترة الخطوبة بتبقى نوع من أنواع زي ما يكون داخل على امتحان وبجهز. بس في فرق بان انا اكون جاهز عشان الامتحان، وفي فرق لما انا ادخل وابتدي اجاوب على اسئله الامتحان. لان ساعات في اسئله بتكون اسئله غير مباشره، وده بالظبط اللي بيحصل بعد او في اول سنه جواز. ليه؟ لان في بعض الطباع اللي ما بتبانش غير بالعشره، والعشره المقصود بيها هي العشره اللي بتكون كل يوم. أيوة. صاحي نايم شارب اكل مع الشخص ده، صح. ففي حاجات مثلا ممكن نتفاجئ بيها، وساعات على فكره الازواج بيجوا يشتكوا من مشاكل ممكن يكون الشخص التاني شايفها هايفه، بس هي مهمه. واحد مثلا عاوز ينام في درجه تكييف عاليه والتاني مش مستحمل السقعه. ممكن يكون بعض عادات الاكل، ممكن يكون حد بيعمل صوت وهو نايم. أيوة. الحاجات دي كلها انت عمرك هتكتشفيها في الخطوبه؟ اكيد لا، استحاله هتكتشفيها. فبتكتشفيها في الفتره دي، فلازم دايما يكون الاثنين الكابلز عندهم القدره وعندهم درجه عاليه من التكيف والمرونه. ليه بقى التكيف والمرونه؟ لان الحياه مش دايما بتبقى بامبي، ولا الحياه دايما بتبقى وحشه. الحياه الزوجيه حياه رماديه، فيها الحلو فيها الوحش، فيها اوقات السعاده، فيها المميزات وفيها العيوب. فكل ما كان انا عندي قدره اعلى ان انا اعرف اعيش او اعرف ان انا اتكيف واتخطى المميزات العيوب دي، كل ما هتبقى حياتي اقصى سعاده واكثر أنا وهو مقتنعين ببعض. وفي نفس الوقت كل ما حميز وكل ما هشتغل على نقط القوة اللي موجودة في العلاقة الزوجية، المشاكل اللي هتقابلني هقدر أتعدها أكتر. حلو. وده بيكون من خلال نوع من أنواع التنازلات. أنت هتتنازل وأنا هتنازل، أنت هتتفهم، أنت هتبقى متقبل. أيوه. لأني الحب مش أن أنا أشوف محاسن الطرف التاني. الحب بيبتدي بعد ما فترة الانبهار والانجذاب بتخلص. أيوة. ومن هنا بتبتدي مرحلة جديدة، وهي مرحلة إيه؟ إن أنا
هبتدي اتقبل العيوب دي واعرف ازاي اتكيف واعيش معاها، اتعامل معاها واعيش معاها. طيب هل في الحته دي بيبقى الاختيار هو الاساس في الموضوع؟ يعني انا من البدايه خالص ازاي اختار حد يبقى شبهي في الحياه، احس ان هو شبهي في الحياه؟ ان احنا لما هنتجوز اكيد هنقابل اختلافات، لكن ما تبقاش اختلافات شاسعه جذريه. جذريه طبعا. اولا ده كلام حلو قوي، لاني مهم جدا في فترة الخطوبة، عشان كده احنا عملنا فترة الخطوبة، لان في ناس كتير مش فاهمة فترة الخطوبة صح. فترة الخطوبة مهم ان انا اشوف الطرف التاني ده شكلي ولا لا. بس شكلي هنا ليها كلمة مختلفة شوية، وهي ايه؟ القيم بتاعته زيي ولا لا. أيوة. لان مفيش ناس بتبقى شكل بعضها بالظبط، اكيد هيكون في نوع من انواع الاختلافات، سواء كانت اختلافات فكريه، ثقافيه، دينيه. وعلشان كده مهم جدا ان احنا فتره الخطوبه نتناقش فيها في ايه نوعيه الاختلافات ما بيننا، ايه طريقه ادارتنا للازمات او المشاكل اللي هتقابلنا، ايه الحاجات اللي ممكن نتفق عليها، مسؤولياتك ايه ومسؤولياتي ايه، مين اللي هيدير البيت، مين اللي هيبقى ملتزم اكتر بتربيه الولاد، طريقه تربيه الولاد هتبقى ازاي. فكل الحاجات دي ازاي ان انا برضو اتكلم عن المخاوف بتاعتي بشأن الجواز، أو الحاجات اللي ممكن تكون قلقاني منك وقلقاك مني وخايف إنها تحصل، لأن كل الحاجات دي هتقلل بنسبة كبيرة جدا من نسبة التصادم ونسبة إن يكون في خلافات ممكن تؤدي إلى الطلاق. إن شاء الله ده ما يحصلش. يا رب إن شاء الله. طيب برضو ستات كده تيجي تقول لك إيه؟ أنا عارفة إنه في الطبع ده، بس لما هنتجوز هغيره. أكيد هعرف أغيره. هل بقى في حد بيعرف يغير من طبعه، أو حد بيعرف يغير من طبع حد بعد الجواز؟ يعني أول حاجة حضرتك قلتيها إن إحنا نتكيف ونكون مرنين ونحاول في حاجات نعديها وحاجات نتكلم فيها، إنما فكرة إن أنا أغير من طبع حد أو أخليه مثلا كان بيعمل حاجة يبطلها تماما، ده سهل؟ طيب سواء راجل أو ست. تعالي الأول نقسم الموضوع. في فرق بين أنا عاوز أغير الطرف التاني، وفي فرق بين أنا عاوز اتغير. مفيش حد بيغير الطرف التاني غير لو هو عاوز يتغير. دي رقم واحد. تمام. رقم اتنين، في فرق كبير كمان بين الطبع وبين الاخلاق والسلوكيات. ايوه. الاخلاق والسلوك ممكن يتغير مع الوقت. صح. لكن الطبع ده بيتكون في سنين كتير. فهل احنا نتخيل ان احنا ممكن في سنه هنغير طبع شخص؟ بس ساعات في بعض الطباع اللي ممكن ان احنا نقلل منها شويه. يعني على سبيل المثال، ساعات كتير واحده ممكن تتخطب مثلا وتحس ان خطيبها غيور، بس ايه، بدا يضايقها، لكن بعد الجواز يبتدي يهدى شويه، الرعونه بتاعت الشباب تقل شويه. ساعات واحده ممكن تتجوز واحد طبعه عصبي، وكل ما يبتدي يكبر في السن العصبيه بتزيد. ففي بعض الطباع بتزيد وفي بعض الطباع ممكن تقل. بس النقطه هنا ان انا لازم اكون عارفه أولوياتي إيه في الطرف التاني، المواصفات اللي أنا عاوزاها. يعني مثلا لو أنا شخصية هادية وبدأت أحس إن الطرف التاني طبعه إن هو عصبي، هنا هعرف إن أنا ممكن تقابلني مشكلة، ولازم أكون عارفة إزاي أتعامل معاها. ومن هنا مهم جدا إن في الحالة دي الزوج والزوجة يبتدوا يتكلموا على الكلمة اللي بقول أنا قلقانة منك في حتة العصبية. طب أنت لما تتعصب بتكون متوقع ان انا مفروض اتصرف ازاي؟ طب انا لو حسيت ان العصبية بتاعتي زادت المفروض اعمل ايه علشان ما صورش زيادة؟ فمن هنا المناقشة والتفاهم، احنا كل واحد فينا يبتدي يتكلم عن الحاجات اللي ممكن يخاف انها تقابله، هتخلينا عندنا قدرة اكتر ان احنا ندير العيب ده وندير الطبع ده ونقلل ايه من مساوئ بتاعته. جميل. مع العلم ان مهم ان احنا في نفس الوقت نعرف نتقبل ونتكيف هذا العيب. بالظبط، شويه اعرف اتعامل معاه لحد ما شويه شويه اقدر اغيره او اعدله على حسب عيشتنا هتبقى عامله ازاي. حلوه كلمه اعدله. اعدله، هو هيبقى تعديل مش تغيير. بالظبط. بس برضو خليني اسالك يا دكتور في حته طباع وسلوك، علشان الست وهي بتختار او الراجل وهو بيختار يبقى عارف ايه اللي ممكن يتغير او ايه اللي ممكن يتعدل وايه اللي ممكن ياخد وقت شويه او ما يحصلش خالص. فالعصبية هي طبع ولا سلوك؟ الكذب طبع ولا سلوك؟ البخل طبع ولا سلوك؟ يعني ميزلنا ما بينهم كده. يعني حد يقول لك انا مخلوق كده، انا خلقتي كده، انا اتولدت عصبي، فده معناه ايه؟ ده طبع ولا سلوك؟ في فرق الاول بين شخص عصبي وفي فرق بين شخص عدواني. الشخص العصبي ده اللي ممكن يكون صوته عالي، ممكن يكون انفعالاته شديده شويه، بمعنى ايه؟ ان هو رد الفعل بتاعه بيبقى مش مناسب للفعل، لكن ما فيهوش ولا اذى نفسي ولا اذى جسدي بيقع على الطرف الثاني. لان لو حصل حاجه من دول انت هنا مش عصبي، انت هنا شخص عدواني، وانا مش هسمح ان تبقى العلاقه ماشيه بالطريقه دي. طبعا العدوانيه سلوك. بالظبط. فهنا بنبتدي بقى نعمل ايه؟ بنبتدي نشوف في حاله العصبيه ايه التصرف الامثل اللي انا مثلا اعمله. يعني مثلا لو عصبي
ما ينفعش ان انا ابقى عارفه انه عصبي ومع العشره ببقى عارفه الحاجات اللي بتنرفزه اعملها له. او لو انا غلطت وحصلت ما ينفعش ان انا اجادله وهو في وقت الانفعال بتاعه عالي. المفروض في وقت زي دوت ان انا التزم الصمت واسكت. ممكن لو حسيت العصبيه زادت وان انا هفقد السلوك بتاعي او هطور مع الطرف الثاني انا نفسي انزل شويه اشرب سيجاره تحت ولا اقعد شويه تحت لغايه لما اهدى. ممكن انا نفسي كزوجه لقيت زوجي عصبي بزياده اغادر مثلا الاوضه واروح الاوضه الثانيه لغايه لما يهدى. فلازم يكون في ذكاء وحنكه في التعامل مع الطباع دي. بس عايزين نقول حاجه ان احنا شخصياتنا وسلوكياتنا وطباعنا بتتكون من الاستعداد الوراثي من طريقه التربيه والنشاه من الخبرات اللي مرينا بيها. فالحاجات دي كلها حاجات كتير قوي بتعمل كومبينيشن كامله. منها حاجات مكتسبه ومنها حاجات احنا بنتولد بيها. ففي حاجات فيها بيبقى سهل ان احنا نقدر نعدلها وحاجات بيبقى بتاخد وقت شويه. بالظبط. حاجات بس مستحيل. في حاجه بقى نقطه مهمه قوي. لازم نعرف ان العيب اللي احنا بنشوفه في فتره الخطوبه وبنشوفه بنسبه 5% بعد الجواز احنا بنشوفه بنسبة 150%. طبعا. لان العيوب في الاول ما بتبقاش باينه قوي، لكن بالعشره وان هي بتتكرر كتير ساعات بنوصل لمرحله ان احنا نقول مش قادرين، ومن هنا بقى تروح يقول طب ما احنا من الاول قلنا لك. تقول اصل انا ما كنتش فاهمه ان احنا هنوصل للدرجه دي. فمهم جدا فتره الخطوبه ان انت اي حاجه قلقاكي او اي حاجه انت قلقاك تتاكد انت هتقدر تتعامل معاها ولا لا، عشان ما ترجعش بعد كده تشتكي وتندم وتحس ان انت مش قادر تستحمل تكمل الجواز. جميل. في بعض الرجاله لما يبقوا موجودين في تجمع عائلي، تجمع صحاب مع مراتاتهم، بيبقى عندهم حاجه كده ما تعرفيش هو بيحبوا الحركه دي ولا ده مزاج مثلا عندهم بترضيهم من جوه، ان هو يحرج مراته قدام الناس، ان هو يقلل من مراته قدام الناس، ما يديهاش برستيجها يعني. الست تتصرف ازاي في موقف زي ده؟ يعني ساعات ست تلاقيها لو احرجها تحرجه، وستة تانية تتكسف وتبقى مش عارف تعمل ايه وتتقهر كده جوه نفسها. الست ايه الموقف الصح اللي تعمله في موقف زي ده لما اقرب حد ليها يقلل منها قصاد الناس كلها او معارفهم يعني؟ طيب اول حاجة بس تعالوا نتفق ان من اسوأ الاشياء اللي ممكن يكون الزوج بيعملها مع زوجته ان هو يحاول انه يسفه منها او يقلل منها قدام الاخرين. لان ده اذا كان بينم عن شيء هو بينم عن عدم ثقته هو في نفسه. صح. لان الراجل اللي بيحب مراته بيحاول يرفع منها وبيحاول يظهرها فازهى صوره ليها. اكيد. علشان تديم المحبه. لو حصل ان الزوجه تعرضت لموقف زي ده ففي درجات من التصرف. لو التصرف ده اول مره مش هترد وهتتجاهل الكلام اللي بيقوله. وممكن انها تبتسم ابتسامه بسيطه مع ان هي تبص له في عينيه وتسكت خالص. لو بدا يتمادى في الاسلوب بتاعه من حقها انها تقوم بطريقه ظريفه وتغادر المكان. لان هي من هنا بتحط حدود ان انا مش هسمع اكتر من كده، وبتظهر اعتراضها على التصرف بتاعه. لما بقى يروحوا البيت او لو هما مخطوبين ومع بعض مثلا في العربيه، تبتدي تكلمه بينها وبينه ان التصرف او طريقه الكلام اللي اتكلم بيها حست ان فيها نوع من الاهانه ليها، وان هي ما تتمناش ان ده يحصل تاني، وان هي متاكده ان هو ما كانش متعمد انه يعمل ده. لان احنا هنا بنديله فرصه للرجعه بطريقه ظريفه، وفي نفس الوقت بنفهمه ان التصرف ده غير مقبول. اما بقى لو تكرر التصرف ده اكتر من مره، يبقى احنا لازم نكون عارفين ان في مشكله كبيره، وهنا هنكون محتاجين وقفه. بس قبل ما نقف الوقفه مهم قوي ان احنا بدل ما نركز على الفعل نركز على ايه اللي خلى الشخص ده يعمل الفعل ده. هل ده نابع من عدم الثقه؟ هل ده مثلا عاوز يحرجها قدام الناس لان هو في البيت في تراكمات وفي حاجات كتير مضايقاه، فخدها فرصه ان هي مش هتتكلم قدام الناس ومش هترد. فلازم بدل ما نركز على الفعل نبحث ما وراء الفعل. جميل. برضو بعض الستات لما تبدأ في علاقة حب أو في بداية الجواز بتبدأ تعمل تصرفات لشريك حياتها أو لجوزها بطريقة ممكن نشوفها غلط أو ممكن توديها يعني تعمل لها مشاكل في حياتها بعد كده. زي مثلا تبدأ تشتري ليه هدايا غالية قوي، تفضل تجيب له هدايا غالية قوي في حين أنه ممكن يكون بيجيب لها يعني مش بنفس المعدل أو حتى مش بنفس القيمة. ممكن تسيب حياتها لو هي عندها حياة وعندها أصحاب عندها شغل، تسيب حياتها كلها ويبقى هو محور الكون وتدي الأولوية والأهمية الأولى حتى مش لنفسها، لا لي هو، أصلا خلاص اتجوزت، أصلا هو قال لي، أصلا هو عادلي، أصلا مش هينفع. بتبقى كده. وبرده ممكن تبدأ تحلله في مشاكله، لو عنده مشاكل تبدأ هي تبقى دايما عايزة تحلله مشاكل، مشاكل بقى في الشغل، مشاكل مع عيلته، مشاكل بينه وبين الولاد،
هي على طول واخده عاتق على عاتقها انها اللي هي حلال المشاكل بتاعه. فدي انا بشوف انه في ستات بتعملها بحب قوي، بس الرجاله مش دايما بتاخدها بالمعنى الصحيح او بالمعنى اللي بتقصده الست. راي حضرتك ايه في الستات اللي ممكن تعمل الحاجات اللي زي دي، وهل ده غلط فعلا ولا صح؟ وايه الصح اللي يتعمل بالمظبوط او يعني تبقى حاجه مش اوفر؟ طيب حلو قوي كلمه مش اوفر. مفيش احلى من التوازن في توازن العطاء، ان احنا نبقى دايما متوازنين. متوازنين في الهدايا اللي بنقدمها، متوازنين في اظهار مشاعرنا، متوازنين في كل شيء، لان التوازن دايما هيكون العواقب بتاعته متوازنه. على سبيل المثال، من ضمن الاخطاء اللي كتير من البنات ممكن يقعوا فيها او السيدات المتزوجات مثلا، هي مثلا ان انا ما بيبقاش ليا حياتي الخاصه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الكون كله زي ما انت قلتي بيبقى ماشي على الزوج بس، فبالتالي ببقى دايما مركزه على كل تصرفات الزوج. اتاخر في الشغل، انت سايبني طول النهار. نزل مع اصحابه، ده خرج وسابني. ما بيتكلمش، انت ما بتتكلمنيش ليه؟ انا طول النهار قاعده لوحدي. علشان كده مهم جدا ان الست الزوج يبقى في حياتها طبق الفاكهه مش الاكل والشرب. ده ساعات يقول لها وانا مالي، وانا كنت قلت لك اقعدي لوحدك؟ يعني ساعات حتى ما بيبقاش مقدر ان هي عامله ده علشان خاطره. ما هي النقطه ان هو بيقول ايه، هو انا مش مسؤول ان انا اسليها وابقى الترفيه بتاعها؟ ودي حقيقه. وعشان كده مهم ان انت تملي وقتك. لو كنت بتشتغلي ده هيملى وقتك، لو في طفل ده هيملى وقتك، ولو ما فيش ده ولا ده ممكن تبتدي تنمي المهارات بتاعتك. تهتمي بمظهرك، تقري كتاب، تثقفي نفسك، تنزلي تقضي وقت ممكن مع اصدقائك. يعني في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل، وخاصه ان احنا الحمد لله العصر بتاعنا في كل حاجه دلوقتي بقت متاحه اكتر من الاول. فوسائل الترفيه وفي نفس الوقت التثقيف وفي نفس الوقت ان انا انمي نفسي بقت كتيره قوي. فالست الذكيه اللي تقدر تعرف ازاي انها تسلي يومها، بحيث ان لما جوزها او حبيبها ينزل معاها يكون عندها مواضيع ممكن تتكلم فيها، يكون عندها احداث مختلفه تقدر تقول تتكلم عليها، وفي نفس الوقت ما تبقاش دايما في حاله انتظار. برضو من ضمن الغلطات اللي ساعات بيقعوا فيها هي ساعات الشك والغيرة الزائدة. ليه؟ لأن ما بيبقاش فيه ثقة قوي في نفسها، أو بيبقى فيه مواقف معينة حصلت تخليها دايما تحس إن هي مش واثقة فيه، ومن هنا تبتدي تطرده. في كمان حتة برضو الستات بتغلط فيها، وهو دايما الست المكشرة، يرجع من الشغل مكشرة، دايما متذمرة ودايما مكشرة. الست اللي ما بتهتمش كفاية بمظهرها، دي برضو من الحاجات الغلطات اللي الستات بتقع فيها. الست اللي ما بتديش لزوجها المساحة الخاصة بتاعته، دي برضو من ضمن الغلطات اللي بتبقى غلطات مهمة جدا وخطيرة جدا في الزواج، وبتؤدي بعد كده إلى حاجة اسمها التراكمات المشاكل اللي بتؤدي بعد كده للانفصال. عشان كده لازم الست تكون فاهمة واعية وعارفة إن الراجل دوره إن هو جزء في الحياة وليس كل الحياة. ولازم تكون دايما بتتصرف بطريقة متوازنة. ومهم قوي إن احنا مشاعرنا تكون ماشية بتوازي مع العقل بتاعنا، لأن مشاعرنا مشاعر غير موجهة، فبتروح في أي حتة وبتطلع وبتنزل. لكن دايما صوت وبياشة. العقل بالظبط. لكن دايما صوت العقل والمنطق لما بيكون موجود بنسبة بيخلي كل حاجة يكون ليها طعم أحلى ويكون ليها معنى. في ست تقول لك لا أنا ما بسمعش صوت عالي ده خالص، أنا بس أنا إحساسي وقلبي هم اللي بيمشوني. وبعدين لما عيني جوزها يقول لها وأنا كنت قلت لك اعملي كذا واعملي كذا، تقول ده أنا ضحيت علشانك، ده أنا عملت كل ده علشانك. فهي بيبقى للأسف بيبقى اختيارها هي. وهنا عشان كده مهم جدا برضو من ضمن الحاجات إن احنا دايما نقدر الطرف الثاني. ممكن نقدر بكلمة حلوة، ممكن نقدر فعل ظريف، وحتة التقدير دي من أهم الأشياء اللي لازم تكون موجودة بين الزوجين أو بين الحبيبين. جميل. طيب دكتور غادة، احنا معانا مريم على التليفون عندها سؤال لحضرتك. ألو يا مريم. ألو مريم، سمعيني حبيبتي؟ ألو. ألو، أهلا وسهلا بيكي. أيوه سمعيني. طيب اتفضلي اتفضلي سؤالك للدكتورة غادة. الله، شكرا، مش عايزه اقول لكم حاجه. تمام. هي طيب هي مريم اتكسفت. مريم اتكسفت. بس هي كمان كانت بتسمعنا من التلفزيون، فده اللي كان عامل الديلي يعني. طيب الراجل العصبي افضل طريقه للتعامل معاه بتكون عامله ازاي؟ يعني احنا يمكن قلنا بس يعني باختصار، بس الراجل العصبي بيبقى عنده حاجات كتيره جدا جدا. يعني دايما الواحد خايف يتعامل معاه في حاجات كتير وفي مواقف كتير، ففي كل المواقف ازاي الست تعرف يعني بالراحه؟ طيب اهم حاجه الراجل العصبي لازم نتكلم معاه الاول، وهو بيحب يتعامل او يتم التعامل معاه ايه، ولما المشاعر العصبيه بتكون مسيطره عليه. لان في راجل ممكن هيقول لها سيبيني لوحدي وما تقربيش مني،
ممكن راجل تاني هيرد ويقول لها انا مش عاوزك تردي عليا وتجادليني، انت تسكتي وتسيبيني اطلع اللي جوايا وخلاص. وفي راجل تانية ممكن يقول لها اطلعي من المكان اللي انا فيه وما تبقيش موجوده فيه. وفي واحد تاني يقول لها ما تعمليش اصلا الشيء اللي بيضايقني. فكل راجل ليه كتالوج وليه طريقه معينه للعصبيه. بس طبعا احنا مع العشره بنبتدي نفهم، ودايما بنفهم من خلال لما يكون عصبي مع حد تاني ايه الشيء اللي بيثيره زياده وايه الشيء اللي بيخليه يهدى. المهم ان انا اساله انت لما تبقى عصبي انا ببقى خايفه او انا ببقى قلقانه او الاولاد بيخافوا او مش ببقى عارفه ردود فعلك ايه. ولازم كمان تكون مفهماه ان هي ليها حدود، لان في بعض الاحيان الراجل العصبي لما الست بتظهر ان هي بتترعب وبتخاف من عصبيته بيبتدي يتمادى فيها وبيبتدي يتعدى الخطوط او الحدود اللي هي حاطاها. ده اللي انا كنت عايزه اقوله لحضرتك، دي حته مهمه جدا جدا جدا. وعلى فكره هل بقى الشخص العصبي ده بيبقى عصبي مع مديره؟ وهل الزوج العصبي ده بيبقى عصبي لو هو قاعد ما يقدرش شخص ذو سلطة؟ لأن لو هو ما بيقدرش يعمل كل ده فمعناه أنه هو بيقدر شوية يتحكم في مشاعره. وبالتالي لازم دايما تبقى مفهماه أن في حدود للعصبية. بس هي في نقطة، أن احنا دايما بنظهر أسوأ ما فينا لأقرب من لينا. هي دي المشكلة، بنعرف نفرد عليهم عضلاتنا بالظبط كده. طيب لازم دايما ما يقول لها هتعملي ايه يعني؟ ايه عندك حدود هتعملي ايه يعني؟ واحد عصبي بقى يعني، واحد بقى ايه اساسا مقطع بطاقته يعني، هو بيقول. شخص ايوه مستبيع. مستبيع ليه؟ لاني حاسس ان الشخص اللي قدامه ايه مش قادر يعمل حاجه. فاحنا لازم ناخد موقف، بس طبعا مش بقول ان هو يكون موقف قوي. دايما لما نيجي ناخد موقف او ناخد رد فعل وخاصه في العلاقات الزوجيه تبقى بحدود او بدرجات. ممكن الاول حاجه بسيطه، ممكن ابتدي اصعد الموقف شويه علشان احسس الطرف الثاني هو ممكن يخسر ايه، وممكن يكون رد فعله المنفعل بالزياده ده يكون نتائجه ايه. جميل. طيب احنا برضو معانا فيديو من الفيديوهات الجميله بتاعتك، فيديو بعنوان حرص ولا تخون، خلينا نروح نشوفه ونرجع نتكلم عليه. يلا بينا. الناس اللي موجودين في حياتك عمره ما كان عيب ولا حاجه غلط، بل بالعكس ده هيساعدك ان انت تحطه في المكان الصح، المكان الصح بالنسبه ليك وبالنسبة لإمكانياته وأفكاره وشخصيته. مش كده بقى وبس، أنت لما تعرف أن أنت تعمل تصنيف للشخص من خلال أن تشوف القيم بتاعته، وخليك واخد بالك تصنيف الأشخاص في حياتنا ملوش علاقة بمدى عدد السنين، بل بالعكس ليه علاقة كبيرة بالمواقف، ليه علاقة بهو طموحاته إيه، ليه علاقة بهو قيمه إيه في الحياة. هيخليك دايما تعرف أنت تحطه فين، هل هتسيبه في نفس الدايرة أو في نفس المكان اللي موجود فيها، ولا هو يستحق انك تقربه للدايرة الاقرب، ولا هو ما يستاهلش ان هو يبقى في الدايرة دي ومحتاج ترجع في علاقتك بيه الخطوة لورا. حتى الصحاب ما ينفعش ابدا انك تتكلم في اي حاجة وكل حاجة مع اي صاحب، بل بالعكس انت هتلاقي نفسك بتصنف صحابك من غير ما تاخد بالك. في شخص مثلا هتلاقي نفسك دايما لما تعوز تخرج او تقضي وقت ظريف وتتكلم في مواضيع عامة هتلجأ له. وفي شخص تاني لو انت تعرضت لمشكلة شخصية هتلاقي نفسك محتاج انك تناقشها معاه علشان هو معروف عنه الحكمة ومعروف عنه القرارات الصائبة. وفي شخص تاني ممكن ان انت تأتمنه انك تشاركه افكارك الاكثر طموحا، يعني الصندوق الاسود بتاعك. اهم حاجة اياك ان انت تخلط او ان انت تعكس بين ادوار الناس دي وبين تصنيفاتهم في حياتك عشان ما تندمش وتتوجع. زي ما شفنا كده حرص ولا تخون، وحرص ولا تخون ده برضو موضوع صعب قوي على فكره يا دكتور. طبعا يعني فكره ان بيبقى كتير ناس حواليكي، ناس تحبيهم، ناس قريبين منك، وبعدين بعد لما تديهم الامان او تديهم سر خلاص يعني فجاه بقيت كل حاجه كل الناس عارفه السر ده. طبعا دي حاجه بتبقى صعبه قوي، وساعتها بتبقى طعنه كده في القلب، اللي هو انا بعد ما استأمنتك على سري او بعد ما استأمنتك على سري تعمل فيا كده. وبتبقى كمان ساعات الضربات من اشخاص قريبه قوي لينا، يعني ممكن اخوات، ممكن ساعات الزوج لو قلب او اتخانق او حصل حاجه من الحاجات دي يقول لها طب ما انت لما كذا كذا ما انا بقى سكت. الواحد يتعامل ازاي وازاي اختار الشخص اللي ابقى يعني مش مخوناه؟ طيب انا عجبتني كلمه مش مخوناه، هو عشان احنا مش عاوزين نخون الشخص. فمهم ان احنا نحافظ على حدودنا وعلى حدودنا ولا حدود الشخص دي معانا. يعني ايه؟ يعني مهم جدا ان احنا نحرص مش كل شيء يتقال ومش لاي حد يتقال. وعلى فكره الضربه اللي دايما بتوجع لانها جايه من القريب مش من البعيد، وجايه من الحبيب مش جايه من العدو. فدايما احنا في علاقاتنا لما نيجي نتكلم عن شيء لازم الاول نشوف الشخص ده، وعشان نحكم على الشخص ده مش هنحكم عليه بعدد السنين على قد ما هنحكم عليه
بتعاملاته الخارجية مع الأشخاص التانيين، لأن الشخصية ما بتتجزأش. عشان كده دايما هتلاقي في شخص معروف عنه، لا الشخص ده محترم جدا بصراحة وملتزم، ودايما هتكون رؤية أغلبية الناس عن الشخص ده في معظم الأحيان بتكون حقيقية. مع العلم إن السر لما بيطلع ما بقاش خلاص سر، صح. فلازم نكون عارفين احنا في ساعات كتير لما بنيجي نتكلم في اشياء ممكن قوي تطلع بره، وعشان كده لازم يكون في حرص شديد انا بتكلم مع مين. وانا دايما بحب ان احنا كل فتره نعمل اعاده تقييم العلاقات اللي في حياتنا، وده ان احنا بنقسمه لدوائر. في الدايره القريبه بتاعتي، والدايره القريبه دي بتكون دايما اولادي، امي، ابويا. الدايره الابعد شويه والابعد شويه، وكل فتره بشوف الشخص ده يستحق يفضل في نفس الدايرة زي ما قلت، ولا محتاج انه يطلع بره خطوة، ولا يقرب مني أكتر. وتاني، ما تديش سرك لحد. حاول دايما تخلي سرك يبقى بينك أنت وبين نفسك في معظم الأحيان. ولو محتاج تتكلم أو محتاج تاخد مشورة حد، اختار الشخص اللي في العيلة اللي معروف عنه الحكمة، معروف عنه الأمانة. مش شرط ان يكون صاحبك يكون شخص حكيم او شخص امين، ممكن يكون صاحبك وبيحبك بس بيتكلم كتير. أيوة. ما بيعرفش يخبي سر. ساعات كتير في اشخاص ممكن تاذينا من غير ما تقصد. فانت وانت بتتكلم عن اي شيء لازم تفكر في كل النقط دي. ولو مقابلك مشكله مهم تختار مين الشخص اللي تقدر تتكلم معاه عن المشكله. ولازم تبقى الازواج او الزوجات يا دكتور، يعني ساعات راجل يروح يقول لمراته سر عنده وهي ما جالش بقها فوله، تروح تقوله لمامتها ولاخواتها والعكس. برضه الراجل يروح يقول لاهله. احنا هنحرص ازاي؟ ان احنا الاول في العلاقه بندرس الشخص اللي قدام. يعني مره قلت لمراتي حاجه، قلت لها من فضلك الكلام ده ما يتقالش لحد. وجيت اتفاجئت ان هي راحت قالته لمامتها ولصاحبتها واخواتها. يبقى انا لازم اتعلم. يبقى الاول بنبتدي نتكلم في مواضيع عامه ونقول لها، او حاجه عامه نقول لها ما تقوليش لحد، ونشوف ونختبرها في حاجه اسمها الاختبار. لو نجحت في الاختبار ممكن نبتدي اعلي شويه نسبه الفضفضه. لكن لو انا لقيتها عند اول مطب راحت على طول راحت حكت، اعرف من كده ان هي من النوع اللي ما بتعرفش انها تتحكم في الحاجه اللي بتعرفها وتقفل لسانها. يبقى في الحاله دي اخد بالي، لان ده عيب هيكون فيها. وزي ما اتفقنا العيوب بتتقسم لنوعين، يا الا عيب انا هقدر اغيره، يا إلا عيب أنا مش هقدر أغيره. والعيب اللي مش هقدر أغيره هيبقى قدامي حاجتين، يا إلا أبعد عن الشخص ده لأني مش مستحمل العيب ده، يا إلا أحاول إن أنا أتكيف وأتعامل مع العيب ده. هو ده الحلين اللي قدامنا. ما تديلوش من المفتاح بقى اللي هيعمل اللي هيفتح بيه خزينة أفراد. فدي بقى حتة ذكاء، وإن أنا أعرف أنتقي الشخص اللي قدامي لإيه، وحدد هو ممكن يقوم بدور إيه. طيب احنا برضو جات لنا مكالمتين، بس البنتين او الاثنين ستات اللي كلمونا مكسوفين طلعوا الهواء عشان غالبا خايفين ازواجهم يسمعوا اصواتهم. يعني عندنا هدى بتقول، بس هدى ده اسم يعني هي قالته كده مستعار، قالت انا جوزي بيسمع كلام اهله جدا، وكل لما يروح عند مامته واهله يعني يرجع يتخانق معايا، فاتصرف ازاي واعمل ايه؟ فكره ان جوزها دايما ودنه مع اهله وعلى طول بيقلبوها عليها. طيب هنا طبعا المشكله دي على فكره موجوده كتير، بس هي المشكله دي بتبقى باينه في فتره الخطوبه، بس احنا هنقول ان خلاص ما خدتش بالها واللي حصل حصل. ما ينفعش ان هي اول ما ترجع ان هي تبقى قاعده له تقول له ايه، هو انت بقى عشان لسه راجع عند مامتك فسخنان عليا، هو انت دلوقتي بتتخانق، ما انت كنت قبل كده ما تخانقش. فهي لازم تعمل نفسها مش واخده بالها، لاني دايما لما بنيجي نعمل مواجهه عاوزين نشوف احنا هنوصل ايه من المواجهه دي. فما تهيأليش انها لو قالت له الكلمتين دول هي كده هدت الدنيا. ليه؟ لان هو هيروح او هيرفع سماعه التليفون على مامته او على باباه، اصلها بتقول ان انتم مسخنيني او ان انا عشان حكيت لكم كذا حصل كذا. وهنا بقى تحاول تعمل ايه؟ تحاول ان هي تقوم هي بالدور ده. ازاي؟ ان هي تبقى مستمعه جيده ليه، دايما تسمعه، ما تنتقدوش. الراجل ما بيحبش النقد على فكره، وخاصه النقد المباشر. تمدح السلوكيات الايجابيه بتاعته، تبتدي تحسسه دايما ان هي متقبله اللي هيقوله. ما تحاولش دايما تديله نصايح وتعدل عليه. مع الوقت هتبتدي تقدر تحتويه اكتر شويه، واحده واحده مع العشره، وان هو بطبيعه الحال بيقضي وقت اطول في بيته ووسط ولاده ووسط مراته، هيبتدي يتجه انه بدل ما يروح يفضفض كل حاجه بره يبتدي يفضفض فيها جوه البيت. مع العلم كمان ان احنا مش عاوزين ان احنا نصعد الامور. بمعنى حتى لو انا حسيت ان في حد مسخنه او حد مضايقه اعمل نفسي مش واخده بالي.
لاني لو عملت نفسي واخده بالي انا ببتدي اخش في صدام مش بس مع زوجي، انا بخش في صدام مع عيله كامله، وهنا هيبتدي يحصل نوع من انواع التكتل، ابتدي اروح لهم يقلبوا وشهم قدامي مبقوش عاوزين يقعدوا معايا، وبصعد الامور ومش هحل المشكله بطريقه المواجهه دي، لاني ده طبعه هو اتربى عليه ان هو يقول كل حاجه. فواحدة واحدة زي ما اتفقنا بنحاول ان احنا نخلي الاحتواء جوه البيت مش خارج البيت، من خلال ان انا اخلي بيتي بيت جاذب وليس بيت طاقة. ما هو في اللي بيقول كل حاجة بس مش بيسمع كل الكلام، يعني انا ممكن اكون بحكي لامي كل شيء وفي بيني وبينها صراحة واقول لها واستشيرها وكل شيء، بس مش كل حاجة ماما بتقولها لي بروح على طول انفذها، يعني برضو عندي دماغ عندي فكرة عندي شخصية. دي الدماغ بقى بتيجي منين؟ لما يحصل مثلا ان حد اداله نصيحة وهو يروح ينفذ النصيحة دي، ده في ناس ما بتاخدش غلوة يا دكتور، ما بتفكرش حتى بالكلام اللي اتقال لها، بتاخد كأنه أوردر لإنسان آلي. بالظبط، ما هو ده بقى عيب، فهنا كده بيبقى الدور على مين أكتر؟ الاحتواء من الناحية التانية. أيوة. ان انا احسسك ان انا هقدر احتوي، ان انا ممكن بالطريقه دي نجيب نتيجه اكتر، ان انا اشوف انت ايه اللي مضايقك واحاول اصلحه، فحسسه ان انت مش محتاج دايما تاخد راي خارجي، احنا ممكن انا وانت مع بعض نحل مشاكلنا. الموضوع اللي انا بقوله ده على فكره مش سهل طبعا. ساعات كتير الكلام بيبقى سهل قوي لكن لو بياخد وقت طويل والتنفيذ بيبقى صعب طبعا، بس هنعمل ايه؟ دي حياتنا وتستحق ان احنا نحاول مره واثنين وثلاثه واربعه، لان في الاخر ده كان قرارنا وكل قرار لازم ايه؟ لازم نستحمل التمن، نستحمل تبعاته طبعا. اكيد اكيد، انا بضحك علشان يعني الحمد لله في كل الاحوال فعلا، بس فعلا موضوع الارتباطات والعلاقات وخاصه لو بتيجي في سن بدري، لا محتاجين ان احنا نقعد ونفكر زي ما حضرتك قلت كده، هي الناس تقول عليها اختبارات بس انا ما بحسش ان هي اختبارات قد ما هي تجارب او تدريب، بنتدرب على بعض، انا بعرف طبعك انت بتعرف كلامك طبعي. كلامك حلو يعني انا ساعات كتير مثلا في واحده تيجي تقول لي اصلي انا فشلت، فاقول لها يعني ايه فشلت؟ قالت لي انا فشلت واتطلقت. هو طبعا الطلاق مش حاجه حلوه، بس المهم مش ان احنا نتطلق او ان احنا نفشل، المهم ان احنا نتعلم من اخطائنا، المهم ان احنا ما نعيدش ونكرر اخطاء. صح، ممكن نعمل اخطاء مختلفه، بس اللي بيزعلني ساعات ان احنا ساعات بنفضل نكرر نفس الخطا. عارفه ليه؟ ليه؟ لاننا ساعات كتير بدل ما نركز على حل المشكله اللي مقابلانا بنركز على المشكله نفسها. ودي حته محوريه جدا جدا جدا، ان بدل ما تركز على المشكله ركز ازاي تقدر تحل المشكله. صح. او ايه الحلول او البدائل اللي قدامك انك تقدر تعدي المشكله. لان دي بتعتمد جدا على حته ايه؟ حته مدى الذكاء الاجتماعي والعاطفي والقدره على ايجاد حلول بديله. لان كل ما انت هتلاقي حلول بديله للمشاكل بتاعتك او تلاقي حاجات ممكن تعوضك عن المشاكل اللي انت فيها، هتقدر تكمل وانت شخص سليم من غير ما تحس ان انت محترق نفسيا. جميل. زوجة برضو بعتت لنا مشكلتها، كلمتنا وقالت لنا ان هي متجوزة من 11 سنة وعن حب عن قصة حب وكل حاجة، انما من قريب اكتشفت ان زوجها على علاقة ببنت عمرها صغير في الجامعة ومش عارفة تتصرف ازاي، تواجهه ولا ما تواجهوش، ولو ما واجهتوش ايه التصرف اللي تاخده علشان تقدر حياتها تبقى مستقرة. السؤال ده سؤال من احلى الاسئلة اللي بتجيلي. اول حاجة هي بتقول ان هو كان علاقة حب و11 سنة، فانا مش قادره احدد الزوج كان عمره ايه، لان في ساعات كتير مراحل بيمر بيها الزوج اللي هي مثلا زي ازمه منتصف العمر، بتبتدي ساعات في بعض الاحيان لو الجواز بدري عند سن الـ40، وهي ان الراجل ساعات كتير بيحس ان العمر جري بيه وانه ما لحقش يعمل حاجات كتير، فعاوز بقى يبتدي يلحق. فهنا بيبقى دور الست سؤال اواجهه ولا ما اجوش. قبل ما تقولي اواجهه ولا ما اجوش، هل أنا مستعدة للمواجهة ولا أنا مش مستعدة؟ لأن المواجهة دي احتمال كبير يكون ليها عواقب كبيرة، فأنا مستعدة للعواقب دي، فلازم الأول لما اكتشف حاجة زي كده أهدى، أستنى شوية، لأن كل ما استنى كل ما المشاعر اللي مسيطرة عليا والانفعالات والغضب هتبتدي تهدى، فهبتدي أشوف الحلول إيه أفضل. هل أنا قادرة إن أنا أستحمل الخيانة دي ولا مش قادرة؟ إيه الحاجات أو إيه مسؤوليتي في اللي حصل؟ هل أنا أقدر أصلح من أشياء؟ هل أنا أقدر أسترد زوجي تاني؟ هل زوجي ينفع معايا حتة إن أنا أتكلم أنا وهو؟ مع العلم أوعي تفضحي جوزك، أوعي تجري تروحي تشتكي للعيلة، لأن ده هيخليه يكمل وهيخليه يكشف وشه. فمهم جدا الفترة دي إن أنا أبتدي أتصرف برزانة، أشوف أنا قادرة على إيه، أشوف إيه المشاكل اللي هتقابلني. لو أنا قررت إن أنا مش عاوزة أكمل، هل أنا هقدر أكمل حياتي من غيره؟ هل ظروفي تسمح؟ هل هو هيتصرف ازاي؟ موضوع شائك جدا. مع العلم برضو بعد ما تشوفي اذا كنت مسؤوله ان هو ممكن، او في درجه من المسؤوليه ان هو عمل التصرف ده، وخاصه انت بتقولي بعد 11 سنه، فمعنى كده ان هو زوج مش خائن بطبعه،
ففي بعض الاحيان رجل بيكون اسمه خائن بالصدفه. يعني ايه خائن بالصدفه؟ يعني بيكون في نوع من انواع الاهمال، عدم الاهتمام في البيت، البيت بتاعه ما بقاش مصدر راحه زي الاول، ما بقتش الست مدياله التقدير، ما بقتش بتهتم بنفسها، بقت مهتميه بالاولاد اكتر، فبيبتدي يشوف الشيء اللي ناقصه جوه الحياه الزوجيه دي ويروح يشوفها بره. وده هنا خبر كويس. ليه؟ لان معنى كده ان احنا نقدر نرجعه مره ثانيه لو احنا اشتغلنا على دي. بس ساعات كتير بيكون صعب جدا ان احنا نشوف مسؤوليتنا ايه من اللي حصل، لان ده بيكون محتاج مننا نوع من انواع الوعي والنضج، وان انا اكون صريحه مع نفسي، وده مش شيء مش سهل. فانا بنصحك انك تاخدي وقتك وتشوفي انت ناويه على ايه، وتشوفي قدره تحملك ايه، وخليكي عارفه ان مش معنى ان واحده تقول لك لا لازم تسيبيه، او واحده تانية تقول لك لا لازم تكملي، ده الصح او ده الصح. هو الصح بتاعها هي مش بتاعك انت. فمهم جدا ان انت تهدي وتبتدي تشوفي ايه المناسب ليكي. وبعد ما تشوفي ايه المناسب ليكي تبتدي تحطي خطه هادئه وتدريجيه ان انت تحلي المشكله دي بصوره او باخرى. وان شاء الله انا متاكده ان انت هيكون عندك الحكمه الكافيه ان انت تعرفي تحتوي جوزك وترجعيه تاني طالما في حب. يا رب يا رب فعلا تهدى، محتاجه تهدى اكيد كتير، واكيد صعبان عليها نفسها، واكيد في احاسيس كتير تخليها مش عارفه تفكر صح في الوقت ده. اكتر كلمه ايه بتقول لي؟ انا ساعات بحس كاني في كابوس، واقوم من النوم ابص اتاكد انه بجد ولا حقيقه. وفي ساعات تانية ناس تانية تقول انا بحس اكني طوبه نزلت على دماغي مره واحده. فهو طبعا احساس صعب، صعب جدا. بس ده برضو يودينا لحته مهمه قوي. ان مهم قوي ان معنى ان في علاقه ان كان في مؤشرات. ازاي ما خدتيش بالك؟ فمعنى كده ان التواصل كانت نسبته ضعيفه شويه. ودي حاجه مهمه جدا انا بشير ليها، ان التواصل بين الزوج والزوجه واي تغير في النمط السلوكي بتاع الزوج او الزوجه لازم نركز عليه ونعرف السبب ايه. وتاني هرجع واقول لك مهم ان احنا نبص لوراء السلوك وليس السلوك نفسه عشان نلحق المشكله. ايه الدافع ورا السلوك ده؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ طيب خالد برضو بعت على صفحتنا بيقول انا مراتي بتتخانق معايا عمال على بطال على اي حاجه، طول الوقت خناقات ومشاكل ونكد غير مبرر، وترجع في الاخر وتعتذر لي، انا مش عارف اتصرف معاها ازاي ولا عارف ايه الحل. وطبعا هو اكيد مش قادر يعيش في النكد المستمر ده. اول سؤال هساله لك، هل هي طول عمرها نكديه ولا ده شيء طارئ؟ ليه؟ لان في فرق كبير قوي. لو هي طول عمرها كده يبقى هي طبيعها كده، مش هقدر اقول ان في حاجه مضايقاها. لكن لو ده سلوك جد عليها فمعنى كده ممكن تكون هي مستنزفه، ممكن تكون هي تعبانه، ممكن تكون هي عاوزه منه اهتمام، عاوزه منه كلام اكتر، ممكن تكون مش حاسه بتقدير، ممكن تكون بتمر بضائقه، او مثلا محتاجه عندها احتياجات معينه اقتصاديه، او حاجات نفسها فيها مش عارفاها. فدي اول حاجه نسالها، هل هو ده سلوك طول عمره ولا سلوك طارئ؟ لو سلوك طارئ نبتدي بقى نشوف ونبتدي نتكلم. على فكره ستات دايما لما بنتكلم معاها في الاول خالص ما بتعبرش عن مشاعرها، هتقول لك لا مفيش حاجه، لا اصلا انا متضايقه، فبتبقى محتاجه من الراجل يكون صبور شويه، لان الست مش هتقول اللي جواها غير في اخر الحديث مش في اول الحديث. ايوه طبعا. وفي الاخر اعرف ان المجهود اللي انت هتعمله ده هو هيرجع لك انت، ان انت ترجع تاني لحياتك الاولانيه اللي فيها الضحكه وفيها البسمه. ومهم قوي نعرف ان ساعات كتير الستات بتمر في اوقات معينه بتكون عندها نوع من انواع الاحتراق النفسي، مسؤوليات كتير والولاد وضغوطات الحياه، ومش لاقيه نفسها وحاسه ان هي داخله في دوامه ما بتطلعش منها. وساعات كتير ما بيبقاش عندها منفذ تاني، انت ممكن يكون منفذك انك بتروح الشغل، ممكن تكون هي امراه مثلا قاعده في البيت. فاليوم طويل عليها، فكل ده بيزود من ان هي بتبقى متوتره نفسيا. الحديث مهم جدا، ونشوف دايما نراقب لو في تغير في السلوك سواء عند الرجل او عند الست عشان نلحق المشكله من اولها. جميل. سؤال تاني او مشكله تانيه جات لنا، بنت بتقول انا حماتي متدخله في كل شيء في حياتي، اتدخلت في الديكور، اتدخلت في اختيار المكان، بتتدخل في اختيار مدارس الولاد، بتتدخل في كل حاجه في حياتها، وكانها يعني واخده مكان البنت دي نفسها بموافقه الزوج. الزوج من البدايه خالص قايل لها ان يعني ماما معاها مفاتيح حاجات كتير في الحياه، وان هي معانا يعني في الموضوع ده او في العلاقه دي. رايك ايه وهي تتصرف ازاي؟ اكيد بتيجي بيجي وقت، حتى لو كانت وافقت في الاول بيجي وقت لا طب وانا فين؟ طيب مهمه قوي ان احنا نبتدي نحط حدود بس بطريقه غير مباشره. يعني لو مثلا كل يوم بنروح لها مثلا ممكن ايه ابتدي ادي حجج،
معلش النهارده الولاد عندهم امتحانات، معلش النهارده مش هقدر، ممكن ابتدي ان انا ما اقولش كل حاجه لزوجي، ابتدي اسيب بعض الحاجات لي انا خاصه. ممكن مثلا لو نازله مثلا معانا رايحه مشوار او هتنقي معانا حاجات معينه، ابتدي اطلب من جوزي ان انا الموضوع ده بدا يضايقني، او ان انا عاوزه انا وانت نتبسط مع بعض وننقي الحاجه مع بعض. بس في نفس الوقت قدامها ما تعملش كده. ليه؟ لان ساعات كتير بعض الامهات بيفتكروا ان ابنهم بتاعي انا. أيوة. ومحدش هياخده مني وانت جاي تاخديه مني. ومش بس كده، وبساعات كمان بيشوفوا ان ده نوع من انواع فقد السيطره والسلطه والتحكم على حاجه بتاعتي، فانا مش هسيبه لها. فطبعا انا كمان مش بناشد بس الزوجه، انا بناشد كمان يعني حماتها انها على مهلها شويه، وان دايما تعرف ان ممكن ده يتسبب بعد كده في مشاكل كبيره. فهي دلوقتي بتبتدي البنت تقيم العلاقه. طب انا لو بدات اواجه انا ممكن اروح فين؟ هل ده ممكن يؤدي للطلاق؟ هل انا عاوزه اتطلق؟ هل ان انا اقف لحماتي في وشها يساوي ان انا اتطلق ولا ما يساويش؟ فتبتدي تحسبها وتعقلها واحده واحده، تعمل حاجه اسمها اعاده رسم للحدود. انها دايما تقدم اعذار، تروح مره ما تروحش مره، ودايما لما نيجي نتصرف يكون تصرفاتنا تدريجيه، بلاش التصرفات اللي مره واحده. يعني مش مره واحده هروح اشتكي، مش مره واحده هبطل اروح لهم البيت، مش مره واحده مش هنزل معاهم، مره ومره. وده بيكون من خلال الايه؟ المبررات. لاني ممكن الحما تفهم، ممكن الحما تشوف ان هي غير مرحب فيها. ممكن الحما ولو هو راح سالها تقول له لا ابدا انت ليه بتقول كده. لانها لو راحت قالت انا متعمده، هو هيروح يقول لها اصل هي متعمده، فتبتدي تشيل منها زياده. صح. لكن لو قال لا مفيش حاجه ابدا يا ماما، اكيد حد بالشخصيه دي مش هتشيل وهي ساكته، اكيد هتاخد اكشن، فهتبتدي ماما في الحاله دي مش عارفه تقول ايه، لانها ما اشتكتش وما عندهاش حقائق ولا عندها ادله ان هي متضايقه من تواجدها. فلازم هنا يكون في نوع من انواع المكر والدهاء بتاع الست. أيوة. عشان تقدر تكمل. ان كيدهن بقى نشغل شويه كده ايه بس كيدهن بطيبه، كيدهن واحده واحده. ايوه. ان يعني الذكاء مطلوب على فكره، الذكاء في العلاقات مطلوب جدا جدا جدا. ومهم قوي ان انا اشوف الطرف الثاني بيحب ايه، ما بيحبش ايه، ايه نقط ضعفه، لان دي من الحاجات بتساعدني كتير جدا ان انا اعرف اتعامل مع الطرف. هو الزوج ده بيبقى شخصيته ضعيفه ولا بار بامه قوي، مش عايز يزعلها ابدا، مش عايز يحس ان هي عند ربنا متضايقه منه او بصي يعني. ما هو في حدود البر طبعا شيء مهم، بس في فرق بين ضعف الشخصيه وبين ان انا اكون بار. أيوة. ان انا اكون بار بحدود، بحدود ان انا ما اذيش حياتي، ما اذيش زوجتي، ما اذيش بيتي. وبيكون بذكاء. هي ممكن بمعنى الام إيه؟ بقى في اللقطه دي معلش عشان انا بسال بسرعه. أيوة. عشان الوقت بتاعنا. الام بقى تبقى عارفه في ابنها الحته دي ان هو قلبه طيب من ناحيتها وان هو ما يحبش يزعلها ابدا. فتضغط عليه لما تحس انه بيبعد. تزعل، تعيط، تعمل بس في مشكله. دي ده كده اسمه زوج قليل الحيله وضعيف الشخصيه. فالزوج القليل الحيله والضعيف الشخصيه لازم في الحالات دي نبتدي نوجه بطريقه غير مباشره، لانه مش بيبقى شايف، ونفهمه احنا ممكن نخسر ايه بس من غير عنف. ده بالنسبه للي هو قليل الحيله اوجه، لكن لو هو بار وزادت معاه. هو بار، هو زي ما هو بار بامه لازم يكون بار وقايم بايه؟ طبعا قايم بايه؟ بواجباته ناحيه بيته. فما ينفعش ان هو عشان يبر امه يجي على بيته. هنكلمه من الحته دي. كل شخص ليه مدخل. لو هو حته مدخل ديني هنكلمه بالدين. لو هو حته مدخل ضعف هنقويه. فكل شخص ده يعني مهم جدا نشوف نقطه ضعفه ايه ونديها له. في بنات بقى بتعمل الموضوع ده من نفسها، تقول لك علشان اكسب جوزي اكسب حماتي، وتبدا تحاول بكل الطرق انها تكسب حماتها وتكسب ودها، وتقول لها كلام حلو وتروح لها على طول. انت شايفه الطريقه دي صح او ده ذكاء اجتماعي؟ هي كده بتكسب فعلا ولا بتدخل حماتها في حياتها بزياده؟ تعالي بقى نتفق ان احنا اتفقنا ان مفيش احلى من التوازن، مفيش احلى من الحدود. بالظبط. اول كلمه يعني بدأنا الابيض التوازن. كله مش حلو ولا الاسود حلو. صح. خلينا في المنطقه الرماديه، في رمادي فاتح، رمادي غامق، فكل حاجه بالمعقول. اي شيء سواء كان حلو أو سواء كان وحش يزيد عن حده يتقلب لضده. فمهم جدا إن احنا في علاقاتنا مع الآخرين نحافظ على شكل العلاقة إنها تكون علاقة متوازنة وطبيعية، ما فيهاش الإكستريم، ما فيهاش الأوفر، ما فيهاش المبالغة. لا جافة قوي ولا رمية نفسي في الموضوع. عشان لو جيت بعد كده ظروف وبقى ليا حياة تانية، ما تجيش بعد كده حماتها تقول دي اتغيرت، دي ما بقتش زي الأول، أو تيجي بعد كده هي عاوزة توقف الحتة دي، الحما هتزعل. لأن للأسف الشديد إن العطاء لما بيبقى دايماً على طول بيبقى متاخد إيه؟ فور جرانتد، يعني أمر كده مسلم بيه، فما ينفعش إن احنا نعمل كده. سريعا جدا، حضرتك قلتي كلمه الطلاق عن وعي واحنا بنتناقش بره قبل ما يعني نطلع لقائنا، ايه هو الطلاق عن وعي؟
طبعا احنا ما بنحسش الناس عن الطلاق، لذلك ما هو الطلاق عن وعي؟ طيب سريعا. اول حاجه الطلاق عن وعي. انا ساعات كتير يعني بؤمن بمقوله كده هقولها لك، وجع يوم ولا كل يوم. ايوه خلاص. فاحنا مهم قوي ان احنا لو حسينا ان احنا استنفذنا كل الطرق وكل المحاولات الصحيحه، وكلمه الصحيحه كلمه مهمه، عشان في ساعات كتير ناس بتجرب وتقول لا مش هو ده، انا بجرب غلط. فاحنا لو استنفذنا كل المحاولات طبعا الطلاق ممكن يكون مطلوب، بس لازم ادرس حياتي هتبقى عامله ازاي، هقدر ولا لا، ايه التحديات اللي هتقابلني، ايه رد فعل الزوج، وابقى دارسه كل شيء قبل ما اقبل على خطوه زي دي، لانها خطوه كبيره. يعني مش فجاه طلقني، مفيش حاجه لازم ادرسها. انا بشكرك جدا دكتور غاده فكري، استشاري العلاقات الاسريه، حقيقي بشكرك على تواجدك معايا وعلى اللقاء الممتع جدا ده، المفيد جدا ده، واتمنى تكون الناس استمتعت بلقائنا. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي لحضرتك جدا. شكرا ليكي. ميرسي. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، نتقابل الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد الساعة 5 على شاشة ETC وبرنامج انتي سلام.